احمد فجر اللي قال لي وري الرساله تاعي. اي لك رساله تاعك يا احمد فجر، اصبر الفوكس، فوالا رسالتك كما طلبت مني، سألبي طلبك، سأقوم بقراءتها على المباشرة في قناتي. سلام خويا، مرحبا بك في المغرب خويا زينو، والله داري مفتوحة عليك في أي وقت. أنا في فاس خويا العاصمة العلمية. خويا زينو هذا الفيديو اللي كديره والله تزوينين بزاف بزاف، والله يخلي ليك الوالدين تاعك خويا. كما إن شاء الله توصل لين تبغي خويا. كانت منا تدوز هذه الرسالة في ان فيديو في ان فيديو وفي سكرين ولا سكرين. مهم خويا راك جست معاود نجوزك خويا، اي ليك يعني بيك ديديكاس ليك خويا. بارك الله فيك، ربي جزيك، ربي فرحك على الاستضافة تاعك والدعوة تاعك يا أخي أحمد فجار. تحية كبيرة ليك من الجزائر، وحتى أنت مرحبا بك في دارك. ميرسي بوكو على كاع لي ميساج تاعكم، باسكو فريمون لادغيس ايميل تاعي راهي تستقبل رسائل كبيرة بزاف. سمحوا لي بارك كاين في السكرين واحد خلل. المهم قلت لكم بلي لاشين تاعي الايميل تاعي راه يستقبل بزاف لي زيميل، ومنهم هذه الرساله اللي قال لي شوف ردت فعل المحللين وجواد باط في ذكرى لمباراه المنتخب المغربي ضد المنتخب الكوت ديفوار اللي اهلت المنتخب المغربي الى كاس العالم. يعني قال لي شوف لقطات تاريخيه هذه، ويعني ماذا بينا نشوف ردت فعلك انت كجزائري زينو ام اتش دي، يعني ماذا بينا نشوف ردت فعلك على هذه اللقطات. دونك انا راح نلبي لكم الطلب، راح نشوف هذه اللقطات يعني اللي برغم انها عندها مده طويله، يعني هذه المباراه بين المنتخب المغربي والمنتخب الكوت ديفواري الا انه رايحين نشوفوها. ما عليكم خاوتي غير ديروا لايك، تعلقوا لي في الاسفل تعليق ايجابي، بارطاجيو لا فيديو، تروحوا للانستغرام تاع اوسي تشتركوا، ويلا نشوفوا هذه اللقطات. واحد اثنين ثلاثة ردة فعل طبعا منتخب بعد هذا الانتصار للمنتخب المغربي نشاهد بعض الصور. ربما نكتشف حركة تبع حركة فتحي المولدي في الحصول على الهدف. نشوف ردة فعل، نشوف نروح نشوفوا هذا ردة الفعل. يعني هذو المحللين محللين قناة بين سبورت القطرية. هاي الكرة في لام بو هاي سلمان، شوف ردة الفعل تاعهم. يعني طبيعة الحال يكون توتر لأنها المباراة الأخيرة والمباراة الفاصلة وال يعني كبير بمثابة نهائي. وكأنهم يعني في إحدى المقاهي الشعبية، يعني بصراحة يعني ما محللين برغم مكانتهم برغم يعني أنهم يظهروا في التلفزيون يستاهلوا، لكن كي يتعلق الأمر بمباراة نهائية للمنتخب الوطني يعني أنا متأكد بأنه راح يكون انفعال تاعهم وردة فعلهم مثل أي إنسان شعبي في المقاهي الشعبية ولا في البيت تاعه يعني شاهد في المباراة، لأنه الحب واحد والدم واحد. لقطة يا 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 بنعطية. صراحة يعني راح تبقى له في التاريخ هاي لقطة الهدف. هاي لكو شوف جواد باد هذا المعلق الهدف، شوف يعني لقطة الهدف وردة الفعل، يعني ما تكونش تيماجيني باللي هذا المعلق يدير هكا. سير اخويا ليك يعني الانفعال. انا صراحه يعني غرفه التعليق من اجمل الغرف اللي نبغي نشوفها، ونبغي نشوف الكواليس تاعها. كي راني نشوف راني نستمتع يعني بجواد باط كيفاش يدير يتفاعل، يعني اجمل مهنه على حسب ما اعتقد هي مهنه التعليق الرياضي اللي صراحه يعني كان عندي حلم تاعها اني نحققها، ولكن يعني هي ماشي مستحيله ولكن ممكن في المستقبل ان شاء الله، علاش لا. ولكن يعني انتم عارفين الظروف يعني تاع يعني عارفين انها ماشي سهله باش توصل الى تلك، ولكن لا شيء مستحيل. امنوا دائما بالامنيات تاعكم. شوف نهايه المباراه تاع الرمار الذي غادر المنتخب. شوف طبيعة الحال يعني نعاود نشوفوا لقطة جواد باد لأنها واحدة من أجمل اللقطات، لأني محب لغرفة التعليق صراحة. هدف جميل جدا صراحة، هدف رائع من أروع الأهداف من أروع الأهداف. المنتخب المغربي يسجل في هذه
والله لا العظيم اتمنى ان نكون في يعني مكان المعلق هذا جواد باد ولا اي معلق اخر تعليق على مباريات المنتخبات الوطنيه ولا مباريات الانديه. هاي الكره هاي صابه هاي صابه. صحيح فوز تاريخي بطبيعة الحال. إذا كما شاهدتم ردة فعلي مثل هذا يعني المقدمة التونسي. نشكركم على هذا الفيديو اللي رسلتموه لي راح يبقى في التاريخ ويعني نطلب منكم أنكم تنشروه في كل مكان. صافي بليزير هكا باش تفكروا شوية ذكريات في بعض الأحيان. شكرا لكاع المتابعين تاعي اللي متفاعلوا مع الفيديوهات تاعي. نلتقي في الفيديو القادم في المساء إن شاء الله. سلسلة تضحك تخسر. تهلاو في روحكم بزاف بزاف نبغيكم بزاف بزاف. كان معكم جزائري نور مارتي. بيس أوت.